بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بكم جميعا. بإذن الله اليوم سوف نستكمل سلسلة دورات أونلاين من عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الأسبوع الثاني على التوالي من الفصل الدراسي الصيفي. في ظل طبعا هذه الظروف، نسأل الله أن يمتعكم جميعا وأهليكم بالصحة والعافية. بحول الله حنكون معاكم خلال ساعتين لتعرف على أبرز أدوات بناء المحتوى، بالإضافة للوحة المناقشات في نظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard. طيب، بداية أعرفكم بنفسي. معاكم أستاذة ولاء الجهني من قسم برامج التعلم الإلكتروني من وحدة التدريب. بإذن الله حكون معاكم على مدار الساعتين، وسنحاول طبعاً الإجابة على جميع استفساراتكم. تقدروا تكتبوها في مفتاح الشات. بإذن الله معايا حيكون زميلاتي الأخوات أستاذة رحاب وأستاذة ندى وأستاذة تهاني وأستاذة أماني وأستاذة سناء. فنحاول بإذن الله نجاوب على جميع استفساراتكم في خلال هذه الساعتين. محتوى الدورة طبعاً حنحاول نتعرف على بعض أدوات نظام إدارة التعلم الإلكتروني، اللي هي بناء المحتوى، كيف إنكم أنتم ممكن ترفعوا المحتوى التعليمي والموارد التعليمية والمصادر الخاصة بمقرراتكم الدراسية لطلابكم وطالباتكم لنظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard، بالإضافة إلى أداة إضافية اللي هي لوحة المناقشات، اللي هي مساحة المناقشة والحوار مع طلابكم وطالباتكم بأي شكل من الأشكال خلال داخل المقرر. فبإذن الله حنتطرق لهذه الأداتين. بداية نتعرف بشكل سريع كيفية الدخول لنظام إدارة التعلم Blackboard. طبعا الدخول لنظام Blackboard عندكم طريقتين، إما بالدخول اللي هو المباشر عن طريق موقع الجامعة، حتلاقوا رابط اللي هو مباشر للدخول Blackboard، أو عن طريق الدخول الموحد الخاص في اللي هو الخدمات الإلكترونية للجامعة، عن طريق اللي هو الدخول الموحد، ومثل ما تحطوا اليوزر نيم والباسورد الخاص فيكم. بعد كده تنتقلوا للBlackboard، هتفتح معاكم هذه الصفحة الرئيسية الخاصة بالنظام. طبعا زي ما انتم شايفين هنا عندكم قائمة التنقل السريع، لو ضغطتوا عليها حتظهر معاكم جميع المواد الدراسية اللي عندكم. طبعا عندكم هذه هي الصفحة الرئيسية، عندكم هذه الموديولز الخاصة في، طبعا حتلاقوا فيها احيانا اعلانات خاصة بدورات اللي هو الكترونية، او عندكم الدعم الفني كبطاقات موجودة في هذه الصفحة، أو عندكم كذلك المقررات الدراسية، وفي عندكم اللي هو Support و Tutorials. المقررات الدراسية هي جميع المواد اللي نازلة عندكم خلال هذا الفصل الدراسي، حتلاقوها في هذه القائمة العلوية في التبويب المقررات الدراسية. وعندكم التبويب اللي هو Support اللي هو الدعم الفني، لو واجهتكم أي مشكلة تقدروا من خلال اللي هو بطاقة الدعم الفني إنكم أنتم ترفعوا مشكلة اللي بتواجهكم في أي مقرر دراسي، إنكم تعملوا مثلاً سكرين شوت للمشكلة وتضيفوا كتاب يعني كنص، تكتبوا كذلك المشكلة وترفقوها في هذه البطاقة. بالإضافة للتوتوريالز اللي هو إنكم أنتم ممكن تطلعوا على اللي هو فيديوهات أو بطاقات تعريفية لأدوات Blackboard. طيب، بمجرد ما تضغطوا على المقررات الدراسية حتظهر معاكم جميع المقررات اللي بتدرسوها خلال الفصل الدراسي. لو ضغطتوا على أي مقرر دراسي حيظهر معاكم زي ما أنتم شايفين هذه الواجهة، عندكم قائمة جانبية بالإضافة لمساحة من اللي هو الإعلانات، وعندي وضع التحرير اللي هو لابد أنكم تتأكدوا من تشغيله. طيب، بمجرد ما أدخل أنا على مقرر دراسي لابد أن أتأكد من عدة نقاط. أولاً من وضع التحرير أنه يكون on في وضع التشغيل، لأنه لو كان off أنتم ما حتقدروا تضيفوا أي حاجة، أنتم حتقدروا أوكي تتصفحوا المقرر، تضغطوا على أي قوائم، ولكن اللي هو قائمة مثلاً الإنشاء حتكون مخفية من عندكم. هذه النقطة لا، أنكم تتأكدوا من وضع التحرير بأنه on.
بالإضافة لي القائمة الجانبية أحياناً ما تكون ظاهرة معاكم، تكون داخلة على جوه، فكثير من أعضاء هيئة التدريس بيقول إن مثلاً المقرر الدراسي A مثلاً ما هو زي المقرر الدراسي B، ما عندي اللي هي مساحة القائمة الجانبية اللي أقدر أضيف فيها أي محتوى. فنرجع ونأكد إنكم تتأكدوا من هذه القائمة إنها ظاهرة، خلال اللي هو هيظهر معاكم هنا زي السهم، تضغطوا عليه حتقوم هذه القائمة بفتح جميع القوائم الداخلية اللي مطمنة في داخل هذه التبويبات. واضح؟ طيب، القائمة الجانبية عندكم تنقسم إلى قسمين، قائمة المقرر اللي هي الألوية، بالإضافة لقائمة سفلية تسمى بلوحة التحكم. القائمة العلوية اللي هي قائمة المقرر، هذه تكون ظاهرة للطلاب والطالبات، بينما لوحة التحكم وانتم نازلين هذه جميعها ما تكون ظاهرة للطلاب والطالبات، ولكن بإمكانكم في مساحة القائمة العلوية، قائمة المقرر العلوية، انكم تخلوا بعض من القوائم ظاهرة وبعض من القوائم تقدروا تخفوها في حالة ما كنتوا بحاجتها. كذلك انكم انتم تبغوا تتأكدوا من القائمة اذا ظاهرة او لا من خلال السهم اللي بجانب اسم القائمة، تضغطوا عليها حيظهر معاكم إما إظهار أو إخفاء الرابط. هذه كذلك تتأكدوا من جميع القوائم بأنها ظاهرة للطلاب من خلال هذه القائمة، من خلال هذا السهم. واضح؟ طيب، بينما لوحة التحكم، كذا بس أرجع بشكل سريع، لوحة التحكم عندكم حتكون هي أسفل القائمة الجانبية، تقدر تضيفوا فيها مثلاً بيانات خاصة فيكم بالإضافة اللي هو إضافة الاختبارات والواجبات لو أنتم حبيتوا أنكم تجهزوها من مسبقاً، وبعد كده يتم نشرها وربطها في القائمة العلوية. كذلك من لوحة التحكم عندكم اللي هو مركز التقديرات، كذلك اللي هو في لوحة التحكم من القوائم السفلية يكون عندكم اللي هو الـ Content Collection، حناخدها دحين مع بعض، اللي هو عندكم مركز التقديرات قلناها وحنشوفها الآن مع بعض. بداية حنتعرف على أول أداة من أدوات البلاكبورد. إحنا خلاص تعرفنا على القائمة، تعرفنا على الواجهة الرئيسية للمقرر، لأي مقرر طبعاً تعرفنا باللغة العربية، عندكم لو كان المقرر باللغة الإنجليزية حتكون الواجهة من اليسار إلى اليمين. فأول أداة من الأدوات اللي هي بناء المحتوى، حنتعرف كيف نضيف محتوى، ملف، فيديو، صورة، بالإضافة لبعض العناصر اللي ممكن تقدروا تستخدموها، وكذلك طريقة نسخ المحتوى. أنواع أدوات المحتوى المتاحة في نظام البلاك بورد عندكم: عنصر، ملف، وكذلك مجلد محتوى، صورة، فيديو، كمان رابط ويب، وحدة تعليمية، على حسب كل عضو هيئة التدريس وإيش المحتوى التعليمي اللي هو حاب يضيفه لطلابه. أهم شيء في البداية يتم إضافة مجلد محتوى، وداخل هذا المجلد المحتوى يتم إضافة جميع الأدوات والأنواع الأخرى. مجلد المحتوى كنوع من أنواع اللي هو التقسيم وترتيب المقرر تبعكم، تقسيمه ممكن يتم عن طريق اللي هو التقسيم بالفصول، بالشابترز أو بالمواضيع الخاصة في المقرر، وداخل كل مجلد يتم رفع العروض الخاصة فيه والموارد، سواء كانت PowerPoint أو PDF أو Word أو صور أو فيديو، على حسب كل عضو هيئة التدريس وعلى حسب كل مقرر إيش يدعم من موارد تعليمية للطلاب والطالبات. طيب، بمجرد ما أدخل على الموارد التعليمية الموجود في القائمة الجانبية عشان أرفع المحتوى التعليمي الخاص بالمقرر عن طريق الموارد التعليمية اللي هي Learning Materials، حتظهر معايا هذه التبويبات العلوية. طبعاً غالباً جميع الصفحات الموجودة في القائمة الجانبية حتلاقوا نفس هذه التبويبات تظهر في أغلب القوائم، ولكن لكل قائمة أو لكل صفحة
لها خاصية معينة أو وظيفة معينة. مثلا الآن أنا أبغى أرفع المحتوى، حأستخدم إنشاء محتوى، بينما لو أنا حبيت أستخدم اللي هو أدوات تقييمات سواء واجبات أو اختبارات، أنا حأستخدم تبويب التقييمات. واضح؟ فالآن عندكم في الموارد التعليمية عشان أرفع الموارد الخاصة بالمقرر الدراسي اللي عندي، سواء كان PowerPoint أو PDF أو أي نوع من أنواع اللي هي الملفات، أختار إنشاء محتوى. زي ما قلنا بداية، لابد إني أضيف مجلد محتوى، وداخل مجلد المحتوى حأدخل عليه، حتظهر معايا هذه التبويبات العلوية مرة أخرى، وأضيف على حسب العنصر أو النوع اللي أنا حاب أضيفه. طبعا زي ما أنتم شايفين التبويبات القائمة العلوية ثابتة في جميع صفحات التعليمية. إيش المقصود فيها؟ يعني حتى لو أنتم أنشأتوا مثلا مجلدات، عدة مجلدات، لكل مجلد بمجرد ما تدخلوا عليه حتلاقوا نفس القائمة العلوية اللي موجودة في الموارد التعليمية. طيب لنفرض الآن أنا أبغى أضيف داخل مجلد معين، بعد ما أنشأت مجلد أبغى أضيف ملف، هأختار من إنشاء المحتوى أختار ملف، نوع ملف. هتفتح معايا هذه الصفحة، هأكتب فيها اسم الملف. لنفرض إنه أنا مثلا عندي أبغى أتكلم عن موضوع معين، أو أبغى أرفع موضوع معين للطلاب، هأكتب الاسم هنا مثلا تقنيات التعليم. بعد كده الملف اللي موجود عندي أرفقه، سواء كان PowerPoint أو PDF أو أي نوع. طيب إيش الفرق بين استعراض جهاز كمبيوتر أو استعراض اللي هو من مساحة الـ Content Collection؟ استعراض جهاز كمبيوتر اللي هي الجهاز اللي أنا شغالة عليه الآن، فين ما كان موجود هذا الملف، أنا بمجرد ما أضغط على جهاز الكمبيوتر حيفتح معايا جميع الملفات اللي موجودة داخل هذا الجهاز. بينما الـ Content Collection اللي هي المساحة التخزين الموجودة في نفس السيستم، اللي هي في نفس نظام البلاك بورد، إنكم أنتوا ترفعوا جميع اللي هو مثلا الموارد أو المصادر تبعت المقررات الدراسية في مساحة الـ Content Collection، مساحة التخزين اللي هي السحابية الموجودة على البلاك بورد. وبعد كذا يتم طبعا بهذه الطريقة انكم انتم مثلا لو فتحتوا البلاك بورد من اي جهاز اخر، مو جهاز مثلا خاص فيكم، حتقدروا انتم ترفقوا الملفات اللي اوريدي انتم بايدكم رفعتوها مسبقا على النظام عن طريق اللي هو استعراض كونتنت كوليكشن. طيب وبعد كذا تعملوا ارسال على طول، حينحفظ عندكم المحتوى في نفس هذا المجلد. الآن ننتقل للنوع الآخر اللي هو رفع صورة. هأرجع برضو لنفس التبويب العلوي، إنشاء محتوى، وأختار نوع صورة، أدخل اسم هذه الصورة، وبعد كده فين مكان هذه الصورة؟ هل هي موجودة على جهاز كمبيوتر أو في مساحة التخزين اللي موجودة على البلاك بورد؟ والنص البديل، النص البديل اللي هو مثلا تعريف لهذه الصورة، بحيث انه الطالب مثلا النت عنده شوي ضعيف، عبال ما تتحمل الصورة هو يعرف ايش محتوى هذه الصورة. فهذه هي فكرة النص البديل. بعد كذا حننزل شوية في الصفحات، حيظهر معاكم الأبعاد الخاصة بالصورة، بالإضافة إذا أنتم كنتوا حابين تضيفوا اللي هو عنوان URL خاص بهذه الصورة. مجرد ما يضغط الطالب على الصورة ينتقل للرابط اللي أنتم ضمنتوه داخل هذه الصورة عن طريق هذا البوكس. فتح اللي هو في نافذة جديدة، لو أنتم حابين بمجرد ما يضغط الصورة حيضغط على، هيفتح له صفحة جديدة غير الصفحة اللي هو واقف عليها في البلاك بورد. بعد كذا حننزل في اللي هو خيارات قياسية، تحديد اللي هو التاريخ والوقت. طبعا يفضل عدم وضع لأي وقت مثلا بداية أو نهاية للمحتوى التعليمي، بحيث إنه يكون مروح ومتاح للطالب من أول فصل دراسي إلى نهاية الفصل الدراسي. ولكن لو أنتم حابين تضيفوا أي حاجة مثلا مربوطة بمدة زمنية خلال الفصل الدراسي، تقدروا عن طريق تحديد هذه القيود، الوقت بعد وحتى،
حددوا اللي هو التاريخ والساعه، وقت بدء واختفاء اللي هو رابط او ملف اللي انتم حتلحقوه، ومن ثم الضغط على زر الارسال. النوع الثالث اللي هو لو انتم حابين تضيفوا فيديو، عندكم خيارين لاضافه الفيديو، اما فيديو اوريدي عندكم موجود على الجهاز، او تبغوا تضيفوا فيديو موجود على اليوتيوب عن طريق زي ما قلنا برضو من التدريب العلوي انشاء المحتوى. هاختار الان فيديو، بمجرد ما اختار فيديو حيظهر معايا نفس الصفحة اني انا اضع اسم لهذا الملف، والبحث عن هذا الملف ضايف لي خيار ثالث غير اللي هو جهاز الكمبيوتر والكونتنت كوليكشن. الخيار الثالث اللي هو الماشابس اللي هو مقطع يوتيوب. لنفرض الآن أنا حبيت إني أضيف اللي هو مقطع من اليوتيوب، وعملت زر إرسال، ضغط على زر الإرسال، حيظهر معايا هذه الصفحة. هذه الصفحة زي ما أنتم شايفين عندي مساحة للبحث وانتقال، حتظهر معايا الفيديوهات هنا في الأسفل. عندكم خيارين، إنكم تكتبوا عنوان البحث اللي أنتوا تبغوه، ولكن هذا حيطول معاكم إلى أن يتم سحب جميع الفيديوهات اللي لها علاقة في الموضوع اللي أنتوا كتبتوه في مساحة البحث. وفي عندكم خيار أسهل، إنكم أنتوا تقوموا بالبحث صفحة متصفح آخر، وتاخذوا رابط اليوتيوب وتضعوه هنا، وبعد كده تضغطوا انتقال. ولكن انتبهوا من مصدر الفيديو اللي انتوا تبغوا تضعوه للطلاب والطالبات. استاذة سناء، هل في اضافة الصورة عملتي اضافة مجلد؟ فهمت سؤالك بالضبط، ولكن اذا كان مقصدك انه اضيف مجلد وداخل المجلد انه ممكن اضيف صورة، نعم هذا هو الفكرة من اضافة اللي هو المحتوى. زي ما قلنا في البداية انكم انتم بداية تقسموا المنهج او المقرر الدراسي تبعكم الى مجلدات، تسمية المجلدات على حسب اللي هو اسماء الفصول بالاضافة الى ارقامها مثلا. داخل هذه المجلدات ترفقوا كل مثلا عنصر خاص او مورد تعليمي خاص بهذا المجلد، سواء كان نوع باوربوينت او بي دي اف او صورة او وورد. طبعا انواع الصيغ اللي هي الوورد والبي دي اف والباوربوينت تقدروا اما باستخدام ملف او باستخدام عنصر، واضح؟ بينما الفيديو اوريدي عندكم اللي هو عنصر اداه، عفوا نوع موجود باسم الفيديو، والصوره في نوع باسم الصوره، واضح؟ طيب عندكم زي ما قلنا نرجع مره ثانيه لليوتيوب، اما بالاسم او انكم تاخذوا رابط مباشر، تضع الرابط في مساحه البحث وبعد كده تعملوا انتقال، وهذه هي الافضل. ولكن هو من المصدر اللي حتاخذوا منه هذا الرابط، وبعد كده تعملوا انتقال، حيظهر معاكم اللي هو الفيديوهات الخاصه بمساحه البحث اللي انتم وضعتوها، وتختاروا تحديد وبعد كده ارسال. طبعا بمجرد ما تضغطوا على ارسال عندكم هنا تضعوا الاسم، لو انتم حابين تعدلوا على الاسم اللي موجود في الفيديو اللي انتم اخذتوه من اليوتيوب، بالاضافه لو انتم حابين تضيفوا توصيف اضافي للطلاب، ذلك بامكانكم انكم تتحكموا بالخيارات الخاصه بعرض مقطع هذا الفيديو. اذا انتم حابين اظهار العنوان اللي هو اليو ار ال، اظهار معلومات الخاصه باليوتيوب، أو حابين إنه كذلك إنه يظهر معاكم اليوتيوب كصورة مصغرة، بمجرد الطالب ما يضغط على هذه الصورة حيتكبر معاه الفيديو ويقدر يشوفه. كذلك في خاصية اللي هو إضافة مرفق ضمن هذا الفيديو، لو أنتم حابين إنكم تزودوا الطلاب، يعني إنه مثلا إنه هذا الفيديو يطلع عليه، وكذلك إنه تضيف ملف مع هذا الفيديو عن طريق إرفاق داخل هذه المرفقات، إما من جهاز كمبيوتر أو من استعراض الكونتنت كوليكشن. عفوا دكتورة إلهام بتسأل عن الكونتنت كوليكشن. طيب
كونتنت كولكشن زي ما قلنا هي مساحة تخزين داخل السيستم. الآن أعمل لكم مشاركة عشان أوريكم هنا. ظهرت صفحة بلاك بورد عندكم، ممتاز. طيب زي ما قلنا الكونتنت كولكشن هي حتكون موجودة مو في القوائم العلوية، حتكون موجودة ضمن لوحة التحكم في اللي هو مركز ملفات المحتوى. حيظهر معاكم في أسفل القائمة اللي هو المقرر الدراسي، عندكم مركز ملفات المحتوى، عندكم اثنين في واحد منهم باسم المقرر الدراسي بالإضافة لليوزر الخاص فيكم، وفي محتوى اليوزر الخاص فيكم. يفضل دائما انكم انتم ترفقوا جميع المحتويات طبعا الخاصة في جميع المقررات في ثاني يوزر اللي هو اليوزر محتوى اليوزر تبعكم. مجرد ما اضغط عليه هيفتح معايا هذه الصفحة. تقريبا هي نفس فكرة انتم تبغوا تعملوا مجلدات، داخل كل مجلد تحطوا الاشياء او الملفات الخاصة بهذا الاسم الخاص بهذا الملف. فعندكم تبويبين مجلد بأسماء المقررات الدراسية اللي أنا أدرسها. فلنفرض أنا مثلا عندي CPIT 210 و CPIT 110، هذه مثلا مجلدين. بمجرد ما أضغط على اسم المجلد حيفتح معايا هذه الصفحة. برضو ألاحظ إنه للصفحة السابقة، فأقدر أنشئ كذلك مجلدات لو أنا حبيت إنه مثلا برضو أفصل الترتيب اللي هو الملفات تبعتي، إنه أنا أخليها مثلا بأسماء الفصول عندي أو مثلا بمواضيع الفصول. تحميل اللي هو تحميل ملفات، بمجرد ما أضغط عليها حيفتح لي الديسكتوب تبعي وأرفق الملفات الخاصة بهذا المجلد. واضح؟ فهي فقط مساحة تخزين داخل السيستم. فين ما أنا أروح أفتح البلاك بورد تبعي، أروح لي أي مقرر دراسي أدخل عليه، أروح لي لوحة التحكم في ملفات المحتوى وأدخل أجي إيش المجلدات اللي الملفات المرفقة داخل هذه المجلدات. واضح؟ هرجع للشاشة عشان أتأكد إنه واضح. هل تظهر للطالب أم لا؟ لا ما تظهر. زي ما قلنا سابقاً أي شيء يتم إرفاقه داخل لوحة التحكم وتحت، هذا فقط خاص بعضو هيئة التدريس اللي هو الأدمن والمسؤول في المقرر الدراسي. واضح؟ الطالب فقط يظهر له القائمة العلوية اللي هو مثلا زي ما انتم شايفين من الإعلانات إلى دعم الطالب، هذه فقط هي اللي تكون ظاهرة للطالب. وممكن إنه تكون بعض القوائم مخفية في حالة لو عضو هيئة التدريس مثلا عمل إخفاء للرابط، أو ممكن يعني أحيانا السيستم إنه مثلا في بعض الروابط فأنتم تتأكدوا من ظهورها للجميع، جميع الطلاب. واضح؟ ممتاز. طيب بس أقفل المشاركة ونرجع للعرض تبعنا. طيب المحتوى هل بيختفي بانتهاء العام الدراسي؟ المحتوى يختفي، هل قصدك انه مثلا يتم مثلا مسح كافة المحتويات اللي داخل المقرر، ولا انه قصدك يختفي عن الطلاب؟ المحتوى حيكون موجود داخل المقرر، ولكن المقرر حيختفي من عند الطلاب بمجرد انتهاء الفصل الدراسي. وبمجرد انتهاء الفصل الدراسي العضو هيئة التدريس خلاص يظهر عنده اللي هو غير متاح المقرر، ولكن بإمكانكم أن تأخذوا نسخة من جميع المحتويات اللي أنتم ترفعوها في هذا المقرر. واضح؟ طيب نستكمل. إحنا في نقطة الفيديو زي ما قلنا أنه أنتم بإمكانكم ترفقوا أي مرفق مع الفيديو، كذلك بإمكانكم إنكم أنتوا تعملوا قيود لظهور هذا الفيديو لو أنتوا حبيتوا إنه فقط يكون في وقت معين لموضوع معين، فأنتوا تحددوا
الوقت الظهور والاختفاء، وبعد كده تضغط على زر الإرسال. أستاذة أمل، نعم، اللي هو لو أنت الآن قصدك content collection، ملفات المحتوى. ملفات المحتوى لو أنت ضغطت على الخيار الأول اللي هو اسم المقرر الدراسي اللي أنت واقف عليه مع يوزرك، هذا حيكون خاص في المقرر اللي أنت واقف عليه، تمام؟ بينما لو أنت حابة أنه يكون موجود في يوزرك، فين ما رحتي في أي مقرر يكون موجود، تقدري أنك أنت مثلا تفتحي مباشر عن طريق اليوزر حقك، فتطبقي في الخيار الثاني اللي هو محتوى اليوزر الخاص فيك. طيب النقطة الأخرى، هل يمكن نسخ عناصر المحتوى اللي أنشأتوها مثلا، تغيير مكانها من صفحة لأخرى؟ لنفرض أني أنا جالسة بأنشئ مجلد، يعني جالسة بأنشئ مجلدات، وداخل المجلدات أنا مثلا تهت وأضفت مثلا محتوى معين ولكن ما هو تابع لهذا المجلد، هل أحذفه وأرجع مرة ثانية أضيفه في مجلد آخر؟ لا، بإمكاني أني أقدر أعمل نسخ وأعمل نقل. طيب عملية النسخ والنقل كلها عن طريق أنه أنتوا تجوا للملف اللي أنتوا أنشأتوه، حتلاقوا سهم صغير بمجرد ما تضغطوا عليه حتلاقوا عندكم عدة خيارات من ضمنها النسخ والنقل. لو ضغطنا على النسخ معناته أنا بقول للنظام خذ لي نسخة من هذا الملف وأحدد طبعا الوجهة اللي أبغى أعمل نسخة لها، وبكذا حيكون عندي نسختين لهذا الملف. لو اخترت نقل معناته أنا بقول للسيستم إنه خذ لي هذا الملف من اللي هو المنطقة أو الوجهة القديمة وحط اللي هي في الوجهة الجديدة اللي أنا حختارها. في كلا الحالتين لابد إنكم أنتوا بداية تتأكدوا من إيش؟ من إنشاء المجلد الوجهة الجديدة عشان يظهر معاكم فين؟ الآن حنشوفها مع بعض، حيظهر معاكم في منطقة اختيار اللي هو الموقع الخاص بنقل أو نسخ هذا المحتوى. طيب لنفرض أني أنا اخترت نقل، معناته حيختفي من فين؟ من الملف اللي هي الوجهة القديمة. بمجرد ما اختار نقل حتفتح معايا هذه الصفحة، حيقول لي اختاري الوجهة تبغي تنقلي له هذا الملف. طب هل أنا بإمكاني أنقل هذا الملف من مقرر لمقرر ولا فقط داخل مجلدات ومحتويات وقوائم المقرر اللي أنا واقف عليه؟ لا، بإمكاني أني أعمل نقل بكل الحالتين، سواء داخل المقرر أو خارج أو لمقرر آخر. أختار اللي وجهة اللي هي الدورة التدريبية، أختار المقرر اللي أنا أبغى أنقل له هذا الملف، وأختار مجلد الوجهة هو المقصود فيها القوائم الجانبية اللي موجودة عندي، القوائم اللي أنا أنشأتها. أعمل استعراض حتظهر معي جميع الملفات اللي أنا أنشأتها، لذلك لابد من إنشاء الملف قبل ما نعمل نقل أو نسخ لي اللي هو الملف من الوجهة القديمة. لنفرض إنه كان هذا الملف مثلاً موجود في محتوى المقرر زي ما أنتم شايفين، وأنا أبغى أنقل هذا الملف لمعلومات المقرر، أختار معلومات المقرر وأضغط على زر الإرسال. إيش حنلاحظ مع بعض؟ هذا اسم الملف، حتلاحظوا إنه انتقل معاكم من صفحة محتوى المقرر إلى صفحة معلومات المقرر في نفس المقرر. أنا ما غيرت الوجهة الخاصة في المقرر، أنا فقط غيرت الوجهة الخاصة بي اللي هو الصفحات أو حتى لو مجلدات. واضح؟ في أي سؤال، أي استفسار بخصوص المحتوى، إرفاق المحتوى؟ نعم دكتورة تغريد، نسخ والنقل زي ما قلنا سواء داخل المقرر أو مقرر آخر، عن طريق زي ما أنتم شايفين هنا معايا إنكم بمجرد ما تضغطوا تختاروا النقل أو نسخ، حيظهر معاكم هذه الصفحة. إنكم أول شيء تختاروا إذا كنتوا تبغوا في نفس المقرر حتخلوا زي ما هو، وإذا كان مقرر آخر حتختاروا المقرر الجديد. والنقطة الثانية اللي هي مجلد الوجهة، فين تبغي ينتقل سواء كان في المقرر الحالي أو في مقرر آخر؟
فلابد من إنشاء المجلد، إنشاء المجلد أو إنشاء اللي هو الملف اللي قبل ما تعملوا نقل أو نسخ. اللصق خلاص هو أوتوماتيك السيستم بيعمل لك نقل ونسخ بدون ما تعملوا لصق أو كوبي. أوكي خلاص، بس أنتوا تختاروا الوجهة سواء كانت داخل المقرر أو خارج، والوجهة الخاصة بالمجلد الجديد، وبكذا تعملوا إرسال. دكتورة أمال، لو عندي محتوى المقرر درس العام الماضي ونفس المقرر حدرسه العام المقبل بإذن الله، هل ممكن أنقل أنقله جديد؟ أنا ممكن أشرح لك إياها بطريقة أخرى، إنك أنت تقدري الآن. أنا مثلا خلصت أنشأت اللي هو المقرر الدراسي تبعي، رفعت فيه له كل المحتويات الخاصة بهذا المقرر، وحبيت إني النسخة عندي سواء هذه النسخة حستخدمها يعني هذا الفصل الدراسي مثلا لشعبة أخرى، أو إني أنا أبغى أحتفظ فيها لسنوات قادمة. بهذه الطريقة أنا إيش هعمل؟ هعمل إكسبورت لكافة محتويات المقرر، وأحتفظ فيها كمجلد اللي هو عفوا كملف مضغوط على جهازي. بعد كده أنا أرجع مرة أخرى للسيستم وأعمل إمبورت. واضح؟ هل حابين انه انا اعمل لكم الان مشاركة وتشوفوا اللي هو كيف انكم انتم تعملوا اكسبورت وامبورت للمقرر؟ سواء كنتوا حابين مثلا لو كان عندكم هذا الخيار، ممكن يستخدموه الاعضاء التدريس في حالة لما يكون عندهم شعب مرة كثير واشتغلت على معينة، فحتضطر في هذه الحالة انها ايش، انك ترجع تعمل لكل الشعب نفس الخطوات اللي عملتها في الشعب السابقة. فممكن انتوا في طريقة الاكسبورت والامبورت بتريحوا نفسكم، طبعا بتخففوا من الوقت والجهد عليكم، بحيث انكم انتوا تاخذوا نسخة وتروحوا للمقرر الثاني وتعملوا امبورت للملف المضغوط. طيب الان اعمل لكم مشاركة. هل المشاركة ظهرت طيب للجميع؟ ممتاز. طيب لنفرض الان انا خلصت من تشكيل المقرر تبعي، من إضافة اللي هو المحتويات، موارد تعليمية، رفعت الواجبات، الاختبارات في شعبة A، ومثلا أنا عندي شعبة B، أو مثلا أنا أبغى أحتفظ بنسخة لهذا المقرر تبعي عن طريق لوحة التحكم، هذه الأدوات المساعدة، وأختار اللي هو تصدير. بمجرد ما اضغط على تصدير زي ما انتم شايفين استخدم هذه الخاصيه، حتلاقوا المساحه عندكم هي بيضاء، لكن بمجرد ما تعملوا مثلا خلينا نشوف، هضغط على تصدير لمين؟ هذا المقرر اللي انا واقفه عليه الان، وانزل تحت اختار تحديد الكل. واضح؟ انكم لو انتم حابين فقط منطقة الكونتنت مساحة علمية، ومثلا عندكم اللي هو مساحة الاختبارات والاستطلاعات والمستودعات اللي هي المخازن الأسئلة، وإيش كمان اللي ممكن تخدمكم في مقررات أخرى عشان ما يصير عندكم انكم تضيفوا اشياء ما يعني ما تحتاجوها لشعب اخرى. المهم فقط هي منطقة الكونتنت بالاضافة للمنطقة اللي منطقة الكونتنت هو المقصود فيها القائمة، قائمة المقرر العلوية. بعد كذا القوائم اللي تحت هذه خاصة في القوائم اللي تحت التحكم. فمثلا عندي هي صفحة اللي هو الاختبارات والاستطلاعات مثلا. طيب وبعد كده أعمل إرسال. خلاص اخترت الأشياء اللي أنا أبغى السيستم يعمل لي نسخة منها، أعمل أبديت للصفحة وانتظر إلى الآن ظهرت معايا أهي هذه، شايفين؟ طيب أنا إيش راح أسوي فيها؟ هضغط عليها، بمجرد ما أضغط عليها هينزل معايا ملف مضغوط. هذا الملف المضغوط احتفظ فيه
عندي على جهازي وما أفتحه. إيش يعني ما أفتحه؟ ما أضغط على، بمجرد ما ينزل معايا أضغط عليه وأعمل اللي هو extract للفايلات اللي موجودة داخل هذا الملف، لا، فأخليه زي ما هو ملف مضغوط، وأرجع مرة ثانية للسيستم، سواء كان في المقررات الحالية لشعبة أخرى أو لمقررات اللي هو السنوات القادمة. هرجع لنفس المكان، لوحة التحكم، الحزم والأدوات المساعدة. إحنا إيش سوينا قبل؟ عملنا فقط export، إني أنا أخذت نسخة من المقرر. الآن أنا أبغى أرجع هذه النسخة داخل شعبة أخرى، هرجع للوحة التحكم، الحزم والأدوات المساعدة، وأعمل اللي هو استيراد للكورس، أو حتى استيراد حزمة مثلا. نفرض إنه أنا ضغطت استيراد حزمة، هضغط على استيراد حزمة، إيش حيظهر معايا؟ أول شيء أتأكد إني أنا في المقرر اللي أبغى آخذ نسخة لمين؟ للمقرر آخر، عشان ما ألخبط مقررات تبعتي مع بعض، وأعمل تحديد من هنا عندكم في تحديد الحزمة، حأعمل استعراض جهاز كمبيوتر، حتضغطوا عليه، حتروحوا للملف المضغوط، فين أنتوا رفعتوه؟ فين عملتوا له إكسبورت؟ هل هو موجود في التنزيلات؟ ولا شلتوه مثلا من التنزيلات وحطيتوه على الديسكتوب مباشرة؟ على حسب انتوا فين مساحة، اللي هو فين منطقة او موقع التنزيلات عندكم على الجهاز. واضح؟ وبعد كده هختار اللي هو مثلا تحديد الكل، مثلا اللي هي المواد المقررة للدراسة بنفس القوائم السابقة، واعمل ارسال. بمجرد ما اعمل ارسال، انا ما راح اعمل الحركة هذه لان خلاص اوريدي عملتها أكثر من مرة للمقرر. بمجرد ما أعمل إرسال حيظهر معايا هنا الفايل، وأنتظر شوية، أو أحياناً بياخذ شوية معاكم وقت، وتعملوا أبديت للصفحة إلى أن يتم وضع كل اللي هو القوائم والمحتويات الخاصة فيكم في مكانها. واضح؟ هرجع لمساحة الشات عشان أقرأ إذا في أي سؤال أي استفسار. واضح الإكسبورت والإمبورت اللي هو عملية الاستيراد والتصدير. أول شيء نعمل تصدير اللي هي الإكسبورت، وبعد كذا أروح للمقرر أو للشعبة الأخرى وأعمل استيراد. ولكن انتبهوا في هذه الحركة إنكم أنتوا لما تاخذوا نسخة إنكم تروحوا للشعبة الأخرى بنفس المقرر، لأنه ما في خاصية في البلاك بورد إنها تمل لكم إزالة أو تراجع لأي شيء أنتم حتعملوا له استيراد. واضح؟ هأرجع للعرض عشان ناخذ الجزء الثاني من الدورة. في أي سؤال أي استفسار في جزئية المحتوى أو في الكونتنت كوليكشن أو في الإكسبورت والإمبورت للمقرر الدراسي؟ نعم دكتورة سلوى، لو عندك أكثر من شعبة بنفس المقرر وشعبكم ما هي مدمجة، فأنتوا تقدروا تسووا هذه الخاصية، إنك تشتغلي على مقرر واحد وبعد كده تاخذي نسخة وتروحي تحطيها في الشعب الأخرى، بالإضافة إلى إنكم تقدروا تاخذوا نسخة من مقرراتكم نهاية السمستر، في حالة مثلا لو السمستر القادم حتدرسوا نفس المادة، وبس تعملوا تعديلات بسيطة على حسب اللي هو التحديثات الخاصة بالقرارات تبعتكم. إيش حابين أعيد؟ نقل المحتوى. لنفترض إنكم أنتوا الآن في منطقة المحتوى في Learning Materials، أضفتوا أي ملف أو حتى مجلد، في عندكم جانب هذا المجلد زي السهم الصغير، هحاول أرجع في العرض أوريكم بشكل سريع. شايفين؟ هنا عندكم هذا الملف، من السهم اللي بجانب أي ملف عندكم حتظهر معاكم عدة خيارات، من ضمنها النسخ والنقل. بمجرد ما أختار، طبعاً أنتوا تشوفوا إيش تبغوا، هل تبغوا نسخ لهذا الملف؟ لنفرض مثلاً إنه عندكم مثلاً عملتوا إكسبورت لمقرر، طيب أنا أحاول أعطيكم سيناريو للاستخدام. مثلاً لنفرض إنه أنا خلصت المقرر الدراسي اللي عندي وعندي عدة شعب،
المقرر هذا خلاص أنا أخذت منه export ورحت عملت import للملف في جميع الشعب الأخرى. طيب في نص الترم أنا أضفت ملف لشعبة معينة، بدل ما إني أروح للشعب الأخرى وأضيف نفس الملف مرة ثانية، أقدر أعمل نسخ لهذا الملف وأعمل نسخة لجميع المقررات عندي، ولكن لكل شعبة لحال، ما حيعمل لكم إياها تجميع. طيب مثلا حتقولوا لي طب ليش ما أخذ نسخة من المقرر، يعني مثلا أنا بعد مثلا نص الترم لو أضاف فوائد جديدة أخذ نسخة جديدة وأرجع مرة ثانية أضيف؟ لا، في هذه الحالة ممكن يسبب لكم مشاكل، فعشان كده ما يحتاج لو أنتوا أضفتوا ملف أو ملفين في شعبة معينة، ما يحتاج أنكم ترجعوا تعملوا export للملف وترجعوا تعملوا import للشعبة الأخرى. تقدروا بخاصية النسخ أنكم أنتوا تعملوا نسخة للملفات والمحتويات اللي أنتوا أضفتوها. ونهاية السمستر قبل نهاية السمستر قبل مثلا ما يصير غير متاح المقرر أو قبل ما يختفي المقرر من blackboard عندكم، تاخذوا نسخة فقط من إحدى الشعب اللي أنتوا بتدرسوها وتحتفظوا بهذه النسخة على جهازكم. طيب واضح؟ نقل أو نسخ، ما قلنا نسخ أو نقل، في كلا الحالتين أنتوا حتحددوا وجهة المقرر، هل هي نفس المقرر الدراسي نفس الشعبة أو شعبة أخرى، وتختاروا مجلد الوجهة فين حتبغوا تنقلوا هذا المحتوى. وزي ما قلنا في البداية إنه لابد من إنشاء المجلد الجديد اللي أنتوا تبغوا تنقلوا له أو تنسخوا المحتوى في عشان يظهر معاكم فين في مساحة لما تفتحوا اللي هو استعراض للملفات. تمام؟ واضح؟ طيب واضح جميع الأجزاء الخاصة في المحتوى، في أدوات المحتوى. طيب ننتقل للجزء الثاني. أقدر أسوي نفس الشيء لنقل اختبارات سابقة. الاختبارات إذا قصدك يا دكتورة إلهام، إذا كانت موجودة في صفحة الاختبارات في لوحة التحكم تحت هذه، لا أنت ما حتقدر تعملي نسخ ولا تعملي نقل، لأن الاختبارات تعتبر نوع من أنواع التقييمات وهذا شيء حساس. ولكن في طريقة أنكم أنت تعملي اللي هو تصدير هذا الملف اللي هو الاختبار على جهازك، وبعد كده تروحي لمقرر آخر تعملي استيراد. واضح؟ لأن الاختبارات هي نوع من أنواع التقييمات وهي حساسة، فما تقدر تعملي نسخ ونقل بشكل نفس الشكل اللي إحنا عملناه الآن. واضح؟ طيب تفضل أستاذة سناء، إيش سؤالك في أوكي جميل سؤالك. Learning materials هذه منطقة اللي هي الموارد التعليمية اللي موجودة في القائمة العلوية المقرر الدراسي. زي ما قلنا القائمة العلوية تكون ظاهرة للطلاب، واضح؟ بينما الكونتنت كولكشن هذه خاصة فقط بعضو هيئة التدريب. يعني الآن لنفرض مثلا أنا عندي أكثر من أستاذة بتدرس هذا المقرر، مثلا أنا وأستاذة بندرس نفس المقرر وإحنا في نفس الشعبة، مثلا أستاذة معمل وأستاذة محاضرة مثلا. طيب اللي أنا برفع في الكونتنت كوليكشن حقي أستاذة المادة بتلاقي نفس ال يعني عفوا أستاذة المعمل لو فتحت الكونتنت كوليكشن حتلاقي نفس المحتوى؟ لا. ليه؟ لأنه مربوط فقط باليوزر الخاص فيكم كأدمن كمسؤول. واضح؟ فمختلف الاثنين عن بعض. الليرنينج ماتيريالز هي اللي بترفعوا فيها المحتويات والموارد التعليمية الخاصة بالمقرر الخاصة للطلاب. طيب بينما الكونتنت كوليكشن هذه مساحة تخزين. واضح؟ واضح الفرق بينهم؟ وزي ما قلنا أي شيء في لوحة التحكم وتحت هذه فقط خاصة بعضو هيئة التدريس، بينما القائمة العلوية هي اللي تكون ظاهرة للطلاب. طيب ننتقل الآن للنقطة الثانية اللي هي لوحة المناقشات المنتديات. الأداة هذه اسمها لوحة المناقشات في البلاك بورد. طيب إيش تتيح لي هذه الأداة؟ هي مساحة
للمناقشة ولتعبير مساحة للطلاب. الآن إحنا كل شيء جالسين ناخذه فقط إني أنا أرفع محتوى وأستقبل من مثلا الطلاب، يعني مثلا إذا واجب أو اختبار إنه الطالب يؤدي هذا الشيء ويرسل لي هو. طيب بين الطلاب بين بعض، بالإضافة لعضو هيئة التدريس، إيش فيه مساحة مثلا يقدر الطالب إنه يكتب فيها مثلا، سواء كان مثلا مناقشة عن موعد اختبار معين، أو لنفرض إنه أنا تكلمت عن موضوع معين إنه الطلاب يروحوا يعملوا سيرش ويحطوا مثلا يعبروا عن موضوع، أو مثلا حطيت لهم فيديو وقلت لهم يلا أبحروا في التعبير، واضح؟ فهذه هي فكرة اللي هي لوحة المناقشات اللي هي discussion board في البلاك بورد. طيب إيش فكرتها؟ يعني كيف شكلها؟ تعرفوا منتديات اللي هو أيام زمان مثلا عندكم المنتدى عبارة عن عدة أقسام، كل قسم يحتوي على إيه؟ بمجرد ما تضغطوا على القسم اللي أنت يعني حابين تقرأوا فيه حتلاقوا داخل هذا القسم عدة مواضيع، فأنتوا مثلا تضغطوا على الموضوع اللي يهمكم اللي مثلا جذبكم، بمجرد ما تدخلوا على هذا الموضوع حتلاقوا إيه الموضوع بالإضافة إلى ردود الناس. هذه هي فكرة لوحة المناقشات والمنتديات ببساطة، هي نفس الفكرة في البلاك بورد، إنكم أنتوا تنشئوا لوحة مناقشة اللي هي الأم القسم، وداخل هذا القسم عندكم اللي هو عدة مواضيع. طبعا هذه المواضيع تكون مرتبطة بإيه؟ باسم القسم اللي أنتوا سميتوه، وداخل كل موضوع حتضغطوا عليه حتدخلوا تكتبوا الموضوع، والطالب حيكتب ردود داخل هذا الموضوع، واضح؟ طيب كيف حننشئ منتدى وكيف حننشئ مواضيع؟ هذه بإذن الله حناخذها في هذا الجزء. أنتوا شايفين لوحة المناقشات، طبعا تعتبر لوحة المناقشات هي نوع من أنواع التفاعل والتواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس أو بين الطالب وزملائه. طبعا تعتبر اللي هو غير تزامنية. إيش يعني غير تزامنية؟ يعني لا يشترط وجودي ووجود الطالب في نفس الوقت، إنه مثلا الطالب رد أنا لازم كتب مثلا استفسار أو أنا كتبت موضوع معين لابد إنه الطالب يجاوب الآن. لا، عادي غير تزامني، هذه هي الفكرة منه. زي ما أنتم شايفين لوحة المناقشات هي اسم الأداة داخل البلاك بورد، ومثلا نقول إنه هي الأم، داخلها في اللي هو منتديات اللي هي الفورمز، داخل المنتدى حيتم كتابة اللي هو رسالة A ورسالة B اللي هي المواضيع الخاصة والمرتبطة بإيه باسم المنتدى. داخل الرسالة حيكون في عدة ردود، سواء كان من الطلاب أو من عضو هيئة تدريس وحب يكتب تشجيع لطلابه. طيب كيف يتم إنشاء هذه المنتديات أو ما هي أنواعها؟ عندي نوعين، إما غير مقيمة يعني ما يحتاج إني أنا في إعدادات وخيارات اللي هو الإنشاء إني أنا أحط نقاط للتقييم، غير مقدرة يعني ما هي بدرجات، أو منتدى مقيم إنه مثلا أختار اللي هو تقدير على مستوى المنتدى جميع مشاركات الطالب في المنتدى بشكل عام، أو تقدير على مستوى موضوع، تقدير مشاركة الطالب في موضوع محدد. إيش يعني؟ الآن زي ما قلنا هنا على مستوى المنتدى، يعني هل يهمكم إنه الطالب كم مشاركة شارك بهذا المنتدى بغض النظر عن الموضوع الداخلي؟ إذا في هذه الحالة أنتوا حتختاروا مشاركة على مستوى المنتدى، ولكن لو أنتوا تبغوا تحطوا درجة على حسب الموضوع، لنفرض إن أنا مثلا عندي فصل معين بيتكلم عن مثلا أي موضوع، وداخل هذا طبعا الفصل عندي عدة مواضيع، فكل موضوع أنا أبغى من الطالب إنه إيش؟ إنه يجاوب ويشارك في هذا الموضوع، فبالتالي أنا هختار تقدير على مستوى الموضوع. واضح؟ واضح الفرق ما بين تقدير على مستوى منتدى أو تقدير على مستوى الموضوع؟ ممتاز. هذه هي أنواع المنتديات. طيب خطوات استخدام لوحة المناقشات
طبعا الدخول للائحة المناقشات هي انتم اوريدي حتلاقوها موجودة في القائمة، قائمة المقررة الجانبية، حتلاقوا discussion board او لوحة المناقشات. بمجرد ما تضغطوا عليها حيظهر معاكم تبويبات علوية اللي هي انشاء منتدى. تدخلوا على انشاء المنتدى، تكتبوا اسم المنتدى، تكتبوا ممكن تعليمات خاصة بهذا المنتدى. بعد كده تضبطوا الخصائص بمين لهذا المنتدى. بعد كده بمجرد ما أنشئ المنتدى حضغط على المنتدى وأدخل لإنشاء سلسلة رسائل داخلية. هذه سلسلة رسائل المقصود فيها مواضيع، تمام؟ بعد كده عندي الرد وعرض المنتدى ورسائله والردود الخاصة فيه وتصحيح الرسائل في حال لو أنتوا اخترتوا منتدى بتقدير. طيب نشوفها مع بعض بالسكرين شوتس اللي موجودة معانا. من إدارة المقررة أدوات المقررة الدراسة لوحة المناقشات، هذا في حالة لو أنتم تبغوا تنشؤوها من أسفل، ولكن إذا كانت موجودة أوريدي عندكم في القائمة الجانبية للمقرر حتدخلوا على لوحة المناقشات. بعد كده حتلاحظوا إنه عندكم في لوحة المناقشات إنه اسم المقرر الدراسي. طيب بعد كده مين هذا؟ هذه هي لوحة المناقشة، حدخل داخلها عن إيه؟ أضغط على اسمه عشان أقدر أنشئ منتدى. واضح؟ الآن أنشئ منتدى عشان داخله طبعا إنشاء المنتدى هذا هو فكرته كفكرة المنتديات زي ما قلنا سابقا إنه هي القسم، تخيلوها إنه هي القسم، وداخل القسم أنا راح أحط إيش؟ المواضيع اللي مرتبطة بعنوان هذا القسم. لوحة المناقشات تغني عن الواجبات أم تختلف عنها؟ دكتورة سلوى لكم الحرية، لعضو هيئة التدريس له الحرية بأنه يستخدم الطريقة اللي تعجبه مع الطالب في اللي هو التقييمات. في ناس بيستخدموا المنتديات إنه مثلا مشاركة في مواضيع بسيطة، يعني مثلا ك يعني أنتم مثلا كان عندكم مشاركات، درجة مشاركات مثلا، ففي أساتذة بيستخدموا المنتدى لهذا الشيء. في كذلك أساتذة بيستخدموا المنتدى اللي هو مناقشة المشاريع البروجكت مثلا بين الطلاب كمساحة إنه إيش، إنكم أنتم تعرفوا مثلا الطالب الفلاني تم الجزء تبعه وهكذا، تمام؟ بينما إنه هل تغني أو لا، لا هذا راجع لعضو هيئة التدريس إيش التولز اللي يبغى يستخدمها مع طلابه. وكمان نلاحظ إنه نفس العضو هيئة التدريس ممكن من مقرر لمقرر تختلف اللي هو طريقة التقييم. طيب واضح؟ الآن أنا أبغى أنشئ اللي هو القسم. أنا دخلت على مين؟ المنتدى اللي هو لوحة المناقشات اللي هو المنتدى اللي هو اسم الكورس. داخله حأنشئ الأقسام بإنشاء منتدى، حأكتب اسم المنتدى وحأدخل وصف للمنتدى. يفضل دائما إنه ضمن الوصف إنكم تكتبوا كمان التعليمات اللي تبغوها يلتزموا فيها الطلاب، يعني مثلا إنه ما يخرجوا عن المسار الخاص بإيش الموضوع الخاص في المنتدى، مثلا إنه عدد المشاركات اللي تبغوها منهم، درجات مثلا المشاركات وإلى بعد كده. حتنزلوا تحت حتلاقوا عندكم خيارات خاصة في هذا المنتدى زي ما قلنا الإعدادات الخاصة فيه. نتأكد من الإتاحة، إني أنا أعمل المنتدى متاح للطلاب عشان يقدروا يشاركوا. إتاح اللي هو إدخال قيود التاريخ، لو زي ما قلنا لو أنتم حابين تحطوا قيود لهذا المنتدى. انتبهوا الآن في إنشاء المنتدى أنا بأحكم على جميع المواضيع الداخلية بناء على مين؟ على الخصائص اللي أنا جالسة أختارها الآن. واضح؟ فالآن أنا جالسة أشتغل على مين؟ على الأم اللي هي المنتدى. داخل المنتدى المواضيع حنشوفها بعد شوية كيف حننشأ مواضيع داخلية، حتكون مرتبطة بمين؟ بالخصائص اللي أنا حطيتها والإعدادات اللي اخترتها لمين؟ للأم اللي هي المنتدى. واضح؟ يعني أنا لو الآن حطيت قيود للمنتدى، إذا المواضيع الداخلية حتكون مرتبطة فيني بهذه القيود اللي أنا حطيتها. بعد كده حيكون عندي عرض اللي هو سلاسل والردود زي ما أنتم شايفين.
طريقة عرض قياسية، يعني إنه فقط تكون صلاحية العضو هيئة التدريس إنه هو اللي ينشئ مواضيع المنتدى. الخيار الثاني إنه ممكن الطلاب بإمكانهم ينشئوا سلسلة رسائل، ولكن يفضل إنكم ما تختاروا هذا الشيء إلا في حالة لو أنتم مثلاً تبغوا توظفوا هذا الخيار في مثلاً فكرتكم أو التقييم اللي أنتم تبغوه. طيب، ولكن هو في الأساس ما تختاروا هذا الخيار عشان ما يصير عندكم عدة مواضيع، يعني الطلاب ما حيكونوا عارفين إنه مثلاً فين يردوا، ممكن يقرأوا رسالة عضو هيئة التدريس وفين يردوا، ما يردوا في نفس إيش الموضوع اللي أنشأه الأسامة، يروحوا ينشئوا سلسلة جديدة، موضوع جديد ويتم الرد فيه. هذه من الأخطاء الشائعة اللي بنشوفها من أعضاء هيئة التدريس، فعشان كده تخلوها بالعرض القياسية. واضح؟ بعد كده هنيجي عند جزئية التقدير، اللي هي هل هذا المنتدى مقدر؟ إيش يعني هذا المنتدى مقدر؟ يعني المواضيع الداخلية اللي حيتم المناقشة فيها والردود من الطلاب حيتم وضع درجات عليها. لو أنا عملت لا يوجد تقدير خلاص حيكون بدون درجات، لو عملت تقدير منتدى المناقشة حامل النقاط المحتملة، يعني كم درجة تبغي على هذا المنتدى. بعد كده عرض المشاركين في حالة تحتاج إلى تقدير، بعد متى تبغي السيستم ينبهك إنه ترى الطالب هذا أتم المشاركات حقته، هل بعد مشاركة واحدة أو على حسب عدد المشاركات اللي أنتم حابينها. بعد كده عندكم خيار الاشتراك، خيار الاشتراك السماح للأعضاء بالاشتراك في المنتدى. هنا إنه إيش؟ طبعا إنه يتم الردود داخل هذا المنتدى. عندكم إما تضمين نص الرسالة في البريد الإلكتروني أو تضمين ارتباط في الرسالة. خاصية الاشتراك يعني زي مثلا النوتيفيكيشن، هل تبغوا إنه بمجرد ما أنا أنشئ منتدى، هل تبغوا إنه منتدى وداخل المنتدى أنشأت موضوع، هل تبغوا المواضيع إنه توصل للطلاب في البريد الإلكتروني نص الرسالة، يعني نص الموضوع اللي أنا كتبته في البريد الإلكتروني، ولا يوصل للطالب لوكيشن على الإيميل الخاص فيه في البلاك بورد، يوصل له ارتباط نص الرسالة، يعني بمجرد ما يضغط على هذا الارتباط حيفتح له البلاك بورد. طيب، فهذه هي الفكرة من الاشتراك، انه الاشتراك انه يعني فقط انه كاعلام للطالب. طيب، بعد كده اللي هو انشاء وتحرير اللي هي الاعدادات الخاصه بالطالب. هل تبغوا مثلا السماح للاعضاء بانشاء سلسله رسائل جديده براحتكم؟ زي ما قلنا مسبقا يفضل انكم ما تخلوا انشاء سلسله رسائل، فقط يتم الرد، السماح بإرفاق ملفات في حالة مثلا لو حيتم المناقشة بين الطلاب، مثلا لنفرض إن أنا مثلا قلت إنه مثلا البروجكت الفلاني إنه أعمل سيرش عن شيء معين، فبدل ما إنه الطلاب يحطوا لي كل اللي هو المحتوى اللي يبغوا يكتبوه يحطوه ضمن اللي هو مساحة البوكس الموجود في البلاك بورد، يصير عندي طبعا إيش ردود مرة كثير، يصير ايه انه اخليهم يرفق يعملوه في وورد مثلا ويرفقوا لي اياه از بي دي اف، از ملف اللي هو فين في هذا المنتدى، في الموضوع اللي انا انشاته لهم. السماح للمستخدمين بالرد باقتباس، انه بامكان الطلاب انهم يردوا على بعض باقتباسات، بالاضافه الى الرد لمين؟ لعضو هيئه التدريس، لرساله عضو هيئه التدريس، انه ممكن يستخدموا الرد باقتباس. بعد كده هعمل إرسال. هذه هي الخيارات المهمة لمين؟ لإنشاء اللي هو المنتدى، لإنشاء المجلد الأم اللي داخله الآن حننشئ مواضيع. نعم دكتورة هدى، المواضيع الداخلية اللي أنتوا حتنشئوها بمجرد ما تنشئي موضوع جديد على طول حيوصل نوتيفيكيشن للطالب على البريد الإلكتروني الخاص فيه، فلك الحرية انك انت تختار تبغي يظهر النص كامل او انه فقط يوصل له انه عضو هيئة التدريس اضاف موضوع داخل هذا المنتدى. طيب، انا الى الان ما انشأت ولا شيء في
هذا منتدى يعني، فقط انا انشات الملف الام، المجلد الام، وحطيت الاعدادات والخيارات الخاصه فيه. الان هنعرف كيف ننشئ المواضيع داخل هذا المنتدى. داخل المنتدى اضغط على اسم المنتدى اللي انا انشاته، حيتظهر معايا تبويبات علويه لهذا المنتدى. التبويبات العلويه هذه بناء على ايش؟ بناء على الخيارات والاعدادات اللي تم اختيارها من قبلكم فين؟ في صفحه انشاء المنتدى. واضح؟ يعني تقدير المشاركة مثلا في المنتدى، في حالة هذا لو أنا قلت إنه أنا أبغى هذا المنتدى بإيش؟ بدرجات. طيب، ولكن لو أنا خليت المقرر تبعي مثلا مفتوح وبدون درجات، فقط كذا مناقشات، حيصير هذه القائمة، هذا التبويب ما حيكون موجود عندي. واضحة التبويبات العلوية؟ واضحة الفكرة منها؟ التبويبات العلوية هذه بناء على الإعدادات اللي أنتوا حتختاروها. طيب الآن أنا إيش؟ حبدأ أنشئ مواضيع، حبدأ أنشئ سلسلة رسائل هي المقصود فيها المواضيع. أضغط عليها، حأجي أكتب اسم الموضوع وأكتب نص الموضوع اللي أبغى أناقش فيه الطلاب كمساحة مناقشة لهم. ولو أنا حبيت إنه مثلا أرفق ملف يضمن هذا، يتضمن مع النص، أقدر من إيه؟ إرفاق ملف. وزي ما قلنا في جميع اللي هو مساحة الإرفاق في الباك بورد عندكم، إما استعراض جهاز كمبيوتر أو من الكونتنت كوليكشن. وبعد كده أضغط على زر الإرسال. بمجرد ما أضغط على زر الإرسال حيظهر معايا الموضوع داخل المنتدى. طيب داخل المنتدى هنا لو تيجوا تلاحظوا عدد اللي هو الرسائل اللي ايه؟ الغير مقروءة، اللي انت باقي ما دخلتي مثلا وقرأتيها. طب انا ابغى ادخل الان وايه؟ واشيك على المواضيع، اضغط عليها حتظهر بهذا الشكل الرسالة ورد لو الطالب حب انه يرد حيضغط على رد، واقتباس لو اقتباس. تحرير وحذف فقط تظهر لمين؟ لعضو هيئة التدريس، فقط للادمن. يعني الطالب فقط يظهر عنده رد واقتباس في حالة لو أنتم كنتم مفعلين الرد باقتباس. طيب طبعا زي ما قلنا التبويبات العلوية اللي هي القائمة العلوية هذه للمنتدى حسب خياراتها، الإعداد، تقدير، رقابة، على حسب عضو هيئة التدريس إيش يختار. فكرة الرقابة للمنتدى إنه المشاركات ما يشوفوا الطلاب، يعني الطلاب ما يشوفوا مشاركات بعض إلا بعد يتم عضو هيئة التدريس إنه يدخل ويقرأ مشاركة كل طالب ويعمل اللي هو البروف إنه إيش؟ إنه يتم نشرها قدام زملائه. ولكن في هذه الحالة حيكون لود عليكم، فعشان كذا إنه ممكن ما تستخدموا هذه الخاصية. طيب طبعًا زي ما قلنا شكل وكيفية فتح المنتدى، زي ما قلنا اسم المنتدى والوصف اللي حتكتبوه نفس فكرة المنتديات اللي هي بشكل عام. يعني منتديات مثلًا عندكم اللي هو الخاصة في الجامعة عبارة عن إيش؟ عبارة عن أقسام مثلاً بأسماء اللي هو كليات. داخل كل طبعاً داخل كل قسم حيكون اسم الكلية بالإضافة لإيش؟ لتوصيف خاص بالكلية. فهنا نفس الفكرة إنه اسم المنتدى بالإضافة للوصف الخاص بهذا المنتدى وإجمال المشاركات اللي هو مثلاً كم عدد الطلاب اللي شاركوا. طيب والمشاركات الغير مقروءة في حالة لو كان أنا مثلاً قرأت مجموعة معينة وبعد كذا خرجت من البلاك بورد، لما رجعت مرة ثانية لقيت مشاركات جديدة فإيه حتظهر معايا هنا. طيب وهنا الإجمالي اللي هو التوتل تبع اللي هو المشاركين الغير مقروءة والمقروءة. طيب لو أنا حبيت إنه إيش أعمل تحرير للمنتدى، لنفرض يعني انك مثلا تبوا تعدلوا على اي اعداد خاص بهذا المنتدى، حتقدروا من السهم اللي بجانب اسم المنتدى، بعد كذا حتضغطوا على تحرير وحيدخلكم مره اخرى لمساحه اللي هو او عفوا للاعدادات الخاصه بهذا المنتدى. طيب
نسخ المنتدى، كيف ممكن أنا أقدر أعمل نسخ للمنتدى؟ نعم، إني أعمل نسخ وأختار مين. بمجرد ما أعمل نسخ حكتب اللي هو اسم النسخة الجديدة وأختار موقع هذا المنتدى. طيب هذه الخاصية متى أستخدمها؟ هذا الموقع لو جيت تلاحظوا هنا أسماء المجموعات اللي أنا أنشأتها مسبقاً في نفس المقرر. النسخ فقط يتم في نفس المقرر، نسخ المنتدى. واضح؟ لو كان أنا مثلاً عندي مثلاً 4 مثلاً جروبات أنشأتها وأبغى أعطي فقط هذا، يعني أعطي هذا الجروب يعني إنه نسخة منفصلة. طبعاً هذه الخاصية تقدروا أنتم في إنشاء الواجبات أصلاً إنكم تتيحوا، عفواً، في إنشاء المجموعات إنكم تتيحوا للطلاب تولز معينة، فتقدروا من خلالها إنكم أنتم خلاص تتيحوا لهم أداة اللي هو الديسكشن بورد. ولكن كذلك يتيح هذه الخاصية إنك أنت تقدروا تعملوا النسخ كذلك ل مثلاً إنه بدل ما أنشأ أنا من الصفر منتدى جديد، خلاص أنا أقول إنه هذا المنتدى أعمل له نسخة للمجموعة الفلانية. واضح؟ وبعد كذا أعمل إرسال. كيف أنا ممكن أحذف المنتدى؟ برضو من السهم، عندي إما فتح أو تحرير زي ما قلنا، أو نسخ أو حذف ببساطة. هذه واجهة المنتدى لعضو هيئة التدريس، اللي هو طريقة عرض القائمة زي ما أنتم شايفين، اسم المنتدى ومين اللي أنشأ المنتدى وعدد المشاركات داخل هذا المنتدى. لو أنا حبيت أقرأ المواضيع حضغط على اسم المنتدى وأقرأ المواضيع الداخلية زي ما انتم شايفين. كيف افتح الرسائل الخاصة في المنتدى؟ حضغط عليها ودخلني لمين؟ للمواضيع. وبعد كذا كل موضوع اضغط على فتح وحيدخلني على مين؟ على نص الرسالة والرد تبع الطلاب. هذه واجهة الرسائل. واضح؟ دكتور إلهام، اللي هو عدد المشاركات حتكون موجودة عندك خارجي، يعني في نفس اللي هو زي ما انتم شايفين. دحين ارجع لك هنا، هنا عندك اسم المنتدى او اسم اللي هو الموضوع داخل المنتدى، حتلاقوا عدد اللي هو النشرات المقروءة والاجمالي تبعكم، اجمالي النشرات الخاصة بعضو هيئة التدريس، اجمالي المشاركات اللي هو عدد المشاركين من الطلاب. واضح؟ استاذة مها، ايش حابة اعيد؟ ممكن توضحي اكثر؟ هل في اي سؤال، اي استفسار الى هنا؟ طب أي جزء؟ يعني هل إنه أعيد مثلا المنتدى بشكل عام أو مثلا سلسلة الرسائل؟ في هذه الحالة أستاذ عذراء، إنه لازم إنكم أنتوا تقدري إنك أنت تختاري فقط يعني لجروب معين. يعني أنت مثلا تنشئ المجموعة، طيب، وداخل هذه المجموعة إنك تتاحي لهم مناقشة اللي هو لوحة مناقشات. إن شاء الله الأسبوع القادم حتاخذوا اللي هو كيف إنكم تنشئوا المجموعات. طيب الرسائل، طيب بحاول أستاذ مها يعني كده إنه أفهم أكثر سؤالك. الرسائل اللي هو قصدك المواضيع الداخل اللي هي داخل المنتدى. طيب نرجع كده بشكل سريع. الآن المنتدى لما أنت تضغطوا على لوحة المناقشات، لوحة المناقشات حيظهر معاكم اسم المقرر، حتضغطوا على اسم المقرر. داخل اسم المقرر حيظهر عندكم تبويبات علوية اللي هو إنشاء منتدى. حختار إنشاء منتدى عشان أنا أنشئ مين؟ المنتدى الأم اللي داخله أنا راح أنشئ اللي هو سلسلة الرسائل اللي هي سلسلة المواضيع المرتبطة باسم هذا المنتدى. واضح؟ المنتدى طبعاً إعدادات، أنا سميت المنتدى وبعد كده حطيت توصيف خاص بهذا المنتدى، بعد كده اخترت الإعدادات الخاصة بهذا المنتدى. الإعدادات اللي أنا راح أختارها لهذا المنتدى، جميع المواضيع وسلسلة الرسائل الداخلية، تمام، حتمشي على نفس إيش هذه الإعدادات، حتكون مرتبطة فيها. يعني لو أنا قلت إنه المنتدى مقدر بدرجات، إذا جميع المواضيع وسلسلة الرسائل اللي أنا حنشئها داخلية حتكون إيه؟ مرتبطة بالتقدير، يعني لابد إنه إيش؟ إنه يكون في مشاركات للطلاب. والتقدير أنتوا تختاروا مساحة التقدير إذا كانت على مستوى منتدى بشكل عام أو على مستوى موضوع بشكل خاص لو حبيتوا. طيب المواضيع، خلاص أنا أنشأت المنتدى، بمجرد ما أنا أنشئ المنتدى حأدخل هنا، لنفرض انه هذا هو اسم المنتدى زي ما انتم شايفين، اضغط عليه
حتظهر معايا مين؟ حتظهر معايا هذه التبويبات. التبويبات هذه في بعضها حتلاقوها مثلا لو انتوا انشأتي اكثر من منتدى باختلاف اعداداته، حتلاقي في اعدادات موجودة في منتدى A لكن ما هي موجودة في اللي هو منتدى B. هذه بناء على ايه؟ بناء على الاعدادات اللي انتي حتختاريها. طيب، بينما انشاء سلسلة الرسائل هذه ثابتة في جميع ايش انواع اللي هو الاعدادات اللي تختاروها للمنتديات. انشاء سلسلة رسائل هنا هذه هي المقصود فيها بمواضيع. فانت تنشئوا الموضوع مثلا A، كتبتوا الموضوع كده، تبغوا كذلك انه في نفس هذا الفصل تبغوا تنشئوا منتدى كمان اضافي، فانت تقدروا تعملوا انشاء سلسلة رسائل وتكتبوا الموضوع مثلا B وتكتب المحتوى، ويصير الطالب يرد على حسب ايش؟ على حسب الموضوع اللي انتم كاتبينه لهم. واضح؟ تمام؟ خلاص استاذة سناء، يعني تقريبا على النهاية. طيب، تعرفنا على كيف شكل اللي هو المنتدى، كيف ننسخ المنتدى، كيف نحذف المنتدى، كذلك كيف واجهة المنتدى، وكيف كذلك الرسائل الداخلية في المنتدى، كيف انا ادخل عليها وكيف أرد على الرسائل. طيب، كيفية تقدير منتدى المناقشة؟ لو أنا عملت مثلا لوحة مناقشات، عملت منتدى وعملته بتقدير درجات، كيف أنا أقدر هذه الدرجات؟ طبعا زي ما قلنا التبويبات العلوية تختلف طبعا من منتدى على حسب الإعدادات اللي اختارها عضو هيئة التدريس. لنفرض أنا خلاص الآن انتهى وقت اللي هو المناقشة، فأبغى الآن أدخل وأقرأ إجابات الطلاب وأقدر درجاتهم المستحقة لكل إجابة. حضغط على تقدير منتدى المناقشة. طيب، وبعد كده حيظهر معايا مين؟ أسماء الطلاب زي ما أنتم شايفين، مساحة اللي هو المستخدمين كل اللي موجودين عندي في المقرر، وإيش؟ وكم عدد النشرات اللي مثلا جاوب عليها. فأنا أبغى إيه؟ أعمل تقدير، أضغط على تقدير. بعد كذا إيش؟ يظهر معايا هذه الصفحة الخاصة بإجابة الطالب، تمام؟ بغض النظر عن إيش؟ عن المواضيع اللي شارك فيها، هيكون مكتوب عندكم المواضيع اللي شارك فيها. طيب، فأنا قرأت إجابة الطالب. إذا زي ما أنتم شايفين هنا أنا الدرجة من 5 لإيه؟ النقاط المحتملة اللي أنا قلت للسيستم في إعدادات المنتدى إنه أنا أبغى النقاط المحتملة تكون من 5. واضح؟ طيب، بعد كذا أنا خلاص قرأت إجابة الطالب، أحط الدرجة لإيه؟ المستحقة للطالب، وأضيف مثلا لو إيه حبيت أعمل فيدباك للطالب لأي، يعني مثلا لو أنا مثلا حبيت أحط له إجابة نموذجية، أو مثلا النقص فين كان في إجابته، أو مثلا لو كانت إجابته كاملة وحبيت اللي هو أدعمه وأعزز له ب اللي هو مشاركات وبجمل تحفيزية مثلا، وبعد كذا أعمل موافق. بكذا أنا إيش؟ انتهيت من تقدير مشاركات الطلاب. كيف حتظهر عند الطالب؟ طيب، عند الطالب حيدخل عادي على المنتدى وحيدخل على معلومات التقدير الخاصة فيه. واضح؟ بمجرد ما يضغط عليها على طول حتظهر معاه الدرجة اللي إيه اللي حطها له عضو هيئة التدريس، بالإضافة للملاحظات الفيدباك اللي كتبها الأستاذ. واضح؟ في أي سؤال؟ خلاص، باقي لنا فقط هذه النقطة، إن شاء الله ننتهي من الدورة. دكتورة تغريد، كيفية وضع واجب نصي وتقديره وربطه بمركز تقديرات؟ بإذن الله دكتورة تغريد، حيكون الواجبات والاختبارات على الأسبوع القادم. حننتهي فقط من هذه الجزئية وأعرض لكم مرة أخرى اللي هو جدول الدورات الأسبوع القادم بإذن الله. واضح؟ دكتورة سلوى، هذه اللي هو دورة أدفانس الروبريك، ولكن تقدر ترفقيها في بداية اللي هو المنتدى. عندك في نفس صفحة المنتدى حتلاقي القواعد المرتبطة، وتضيفي الروبريك الخاص بهذا المنتدى هناك في هذه الجزئية. واضح؟ ممتاز. طيب، نستكمل الجزئية الأخيرة، نصائح وتوجيهات خاصة في إدارة المنتديات. طبعا بداية في أي شيء أنا هأضيفه طلاب في البلاك بورد، أو سواء كانت يعني إلكتروني أو حتى
كان شفهي، لابد انه تخطيط مسبق لكيفية استخدام أي تولز بشكل فعال عشان تكون نتيجتها إيجابية مع الطلاب. كذلك التحدث مع الطلاب بأسمائهم والرد على تساؤلاتهم. يعني أنا مثلا الآن أنا أنشأت منتدى، أكون حريصة جدا على إني أقرأ جميع إجاباتهم، وفي حالة رديت على طالب واحد لابد إنه إيش أعمل التقدير للجميع ويتم الرد على جميع. كذلك عشان أحسسهم بأهمية المشاركة في المنتدى، لأنه في النهاية عضو هيئة التدريس هو قدوة لطلابه. يعني الطالب ياخذ صورة كاملة من عضو هيئة التدريس. لو كان أستاذه مثلاً حريص على إنه يقدر مجهوداتهم، بالإضافة لمثلاً إعطائهم فرصة للمشاركة، بالإضافة إلى أنه منتظم مواعيده في أوقاته في كل حاجة، فالطالب بالتالي حيكون نسخة من هذا الأستاذ. تمام؟ الحرص على استخدام ردود إيجابية لتشجيع الطلاب عشان نحفزهم. تخصيص جزء من المحاضرة أو ملف معين، سواء كان فيديو أو موقع له علاقة بالدرس، يتم مناقشته مع الطلاب في المنتدى عشان كمان أحسس الطلاب بأهمية هذا لوحة المناقشات، المساحة المشاركة اللي إيش اللي شاركوا معايا فيها. لما أجي أبغى أخصص مثلاً جزء من المحاضرة وأنا أبغى أعمل مشاركة في وقت المحاضرة اللي مثلاً مشاركة شاشة، وأبغى الطلاب مثلاً نقرأ اللي هو إجابات يعني زملائهم، أكون قبل كذا قرأت جميع المشاركات وتأكد إنه ما في أي مشاركة خارج اللي هو النص المطلوب. واضح؟ عشان يعني انكم انتم تكونوا يعني مرتاحين وتكونوا في السيف سايد، وما تلاقوا مثلا فجأة يعني مناقشات جانبية، حتى ممكن مضاربات بين الطلاب، فانتم تكونوا حريصين على هذه النقطة لما تبغوا تشاركوا الطلاب لأي منتدى، انكم في البداية تشيكوا على جميع مشاركاتهم، وبعد كذا يتم اللي هو المناقشة خلال المحاضرة. أن يكون واضح للطالب ماذا يتوقع عضو هيئة التدريس منه، بالإضافة لتحديد الهدف من النقاش. يعني إنه لابد إنكم تتحددوا في شرح المنتدى في البداية في الوصف، إنكم تحددوا مثلا عدد المشاركات اللي تبغوها من الطلاب. كذلك إنه إيش تتوقعوا من الطالب، إنه مثلا هل يضيف ملف مرفق، أو يضيف فقط يكتب المشاركة تبعته كنص واضح. تمام؟ توضيح القوانين لازم اتباعها من أجل عدم الخروج عن مسار النقاش، حيث يتم ذكر طبعاً كل هذه النقاط اللي حنذكرها الآن يتم ذكرها في توصيف المنتدى، عدد المشاركات، الوقت المتاح للرد على المواضيع مثلاً يومين وبعدها مثلاً يغلق النقاش. أوكي، أنتم محددين مثلاً تاريخها من كذا لكذا، ولكن لابد من تذكير الطالب فيها، طريقة الرد وجودته، طريقة التقييم والدرجات. في أي سؤال، أي استفسار؟ بكذا انتهينا الحمد لله من جزئية اللي هو دورة اليوم، أدوات المحتوى ولائحة المناقشات.